رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة ويقدم تشكراته للشعب الموريتاني على المشاركة الكبيرة في مسيرة المواطنة. وكالة التضامن تدشن إعدادية مكتملة ومجهزة في قرية جياجي ببلدية أم فنادش. مشاهدينا الكرام، مساء الخير وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية. احتضن القصر الرئاسي اليوم حفل أداء رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية. احتضن القصر الرئاسي مراسيم تأدية رئيس وأعضاء المجلس الدستوري اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ودعا رئيس الجمهورية السيد جلو مامادو باتشا رئيس المجلس الدستوري لأداء اليمين الدستورية. السيد جلو مامادو باتشا، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم رئيسا للمجلس الدستوري. أقسم بالله الألي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن أتجنب إبداء أي موقف علني وأن لا أقضي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. بعد أدائه اليمين الدستورية أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد جلو مامادو باتشا رئيسا للمجلس الدستوري. ونصيبكم رئيسا للمجلس الدستوري. كما دعا رئيس الجمهورية عضو المجلس الدستوري السيدة عائشة بنت الدشاق والمحيمد لأداء اليمين الدستورية. السيدة عائشة بنت الدشاق والمحيمد، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن أتجنب إبداء أي موقف علني وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائها اليمين الدستورية أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيدة عائشة بنت الدشاق والمحيمد عضوا في المجلس الدستوري. نصيبكم بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. كما دعا رئيس الجمهورية عضو المجلس الدستوري السيد محمد محمود والصديق لأداء اليمين الدستورية. سيد محمد محمود والصديق، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن أتجنب إبداء أي موقف علني وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائه اليمين الدستوري أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد محمد محمود الصديق عضوا في المجلس الدستوري. نصيبكم عضوا في المجلس الدستوري. ودعا رئيس الجمهورية عضو المجلس الدستوري السيد أحمد فاروق المبارك لأداء اليمين الدستورية. السيد محمد فاروق المبارك، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أنا أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن أتجنب إبداء أي موقف علني
وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائه اليمين الدستورية، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد أحمد فالو المبارك عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. ودعا رئيس الجمهورية عضوا للمجلس الدستوري السيد يحيى والمحمد محمود لأداء اليمين الدستورية. السيد يحيى والمحمد محمود، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفه بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أتجنب إبداء أي موقف علني، وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائه اليمين الدستوري، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد يحيى والمحمد محمود عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. ودعا رئيس الجمهورية عضوا لمجلس الدستوري السيد أحمد أحمد جبابة لأداء اليمين الدستورية. السيد أحمد أحمد جبابة، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أتجنب إبداء أي موقف علني، وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائه اليمين الدستوري، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد أحمد أحمد جبابة عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. دعا رئيس الجمهورية عضوا لمجلس الدستوري السيدة سلامة بنت المرابط لأداء اليمين الدستورية. السيدة سلامة بنت المرابط، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. أقسم بالله العلي القدير أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور، وأن أكتم سر المداولات والتصويت، وأن أتجنب إبداء أي موقف علني، وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحيات المجلس. وبعد أدائها اليمين الدستوري، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيدة سلامة بنت المرابط عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. كما دعا رئيس الجمهورية عضوا للمجلس الدستوري السيد با مريم كويتا لأداء اليمين الدستورية. السيد با مريم كويتا، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. وبعد أدائه اليمين الدستوري، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد با مريم كويتا عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. ودعا رئيس الجمهورية عضوا لمجلس الدستوري السيد حيموت با لأداء اليمين الدستورية. السيد حيموت با، أدعوكم لتأدية اليمين بوصفكم عضوا في المجلس الدستوري. بعد أدائه اليمين الدستوري، أعلن رئيس الجمهورية تنصيب السيد حيموت با عضوا في المجلس الدستوري. نصبكم عضوا في المجلس الدستوري. جرت مراسم أداء اليمين الدستورية بحضور السادة الشيخ الباياه رئيس الجمعية الوطنية، الشيخ محمد والشيخ سدية الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مختار مللجا وزير العدل، الحسين والناشي رئيس المحكمة العليا، سيدنا علي والسيدي والشيلاني رئيس محكمة الحسابات، سيد محمد والمحمد الأمين المدعي العام لدى المحكمة العليا، أحمد الحسن والشيخ محمد حامد رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، سي أدما الأمين العام للمجلس الدستوري. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 10 يناير 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشاريع القوانين التالية وصادق عليها: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتيح ميم الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتقاعدين من الباطن الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجنبر 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 3 بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة ما بين 2019-2021. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 127/2017 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات التمييزية. مشروع مرسوم يكمل ترتيبات المادة 4 من المرسوم 070/2018 بتاريخ 24 أبريل 2018 المحدد للإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادة الوطنية للمهندس. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة والداخلية واللامركزية بيانا مشتركا يتعلق بوضعية تقدم الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2018-2019. وأخيرا عبر المجلس عن ارتياحه للتعبئة غير المسبوقة التي طبعت مسيرة المواطنة بتاريخ 9 يناير 2019 ضد الكراهية والتطرف التي قادها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز شخصيا. وبهذه المناسبة فإن مجلس الوزراء يقدم تشكراته الخالصة للشعب الموريتاني لمشاركته الكبيرة في هذه المسيرة والتي عبر من خلالها عن رفضه لكل محاولة تستهدف المساس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية. هذا وعلق كل من وزيري الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد المحمى ووزير العدل السيد جا مختار ملل ووزير الاقتصاد والمالية السيد مختار وللجاية في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. استعرض كل من السادة الوزراء فيما يعنيه مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس كما ردوا على أسئلة الصحفيين. هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. شدد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على ضرورة الوقوف في وجه خطاب الكراهية والتمييز وجميع أنواع التحريض والمساس بالسلم الاجتماعي. وأكد رئيس الجمهورية كذلك أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتوجه إلى التعليم بصفتها الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفوارق الاجتماعية. جاء ذلك خلال المهرجان الختامي لمسيرة المواطنة ضد خطاب الكراهية والتطرف التي نظمت أمس بنواكشوط. لا مكان للدعايات المغرضة ولا لخطابات التفرقة، هكذا عبر الموريتانيون في مسيرة المواطنة بكلمة فاصلة لا آذان صاغية لدعاة الكراهية والعنصرية، عندما لم يتوانوا في تلبية نداء وجاءوا بهبة رجل واحد من كل حدب وصوب، فتلاحمت السواعد وتشابكت الأيادي في مشهد عكس بجلاء مدى الانسجام والتعاضد والتآخي بين مكونات الشعب الموريتاني وألوانه المختلفة، مؤكدين أن موريتانيا شعب واحد توارث عن الآباء والأجداد التعايش السلمي على أرضه في كنف الإخاء والمحبة والسلام والمودة تحت راية الإسلام، وأنه بنيان مرصوص في وجه كل تحديات، وللتاريخ على ذلك ألف شاهد وبرهان. الجمهورية الإسلامية الموريتانية جمهورية متماسكة، جمهورية لها شعب واحد، جمهورية لها شعب واحد وشعب مسلم. هذه الدولة الوحيدة، الدولة الوحيدة اللي الاستعمار ما أثر عليها، حافظنا على ديننا 100%، خلصوا الدول اللي حدانا كاملين، ما في دولة جاء الاستعمار ما أثر عليها ثقافيا ودينيا واجتماعيا. يكون الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي لنا واجب، عندنا واجب اتجاه الماضي، اتجاه أجدادنا اللي حافظوا البلد، اللي دافعوا عنه، اللي قاوموا عنه فكريا ثقافيا ومسلحين. هذا واجبنا وهو اللي أديته اليوم،
أديتوا اليوم واجبكم اتجاه الماضي، اتجاه الحاضر، هو دولة مستقرة، دولة ماشية تنمي، دولة متقدمة. هذا اتجاهكم أيضا واجبكم وعدلتوه اليوم. اطلبنا منكم مسيرة، دفعتوا ما فيكم حد قوة أركان. هذا ينم عليه عنكم من دفعين أكثر، وشاكرينكم على هذا اللي عدلتوا. كاملين الشعب الموريتاني كامل اليوم واعي ومتأكد عن ذي القضية، عنها قضيته وعنه دولته ما هو قابلها ليفسدوها بعض الأشخاص اللي ما هم مسؤولين، اللي مجرمين، اللي يمتل عليهم شيء من الخارج. لأن الماضي ما خلينا يخلق، ولا نخلوه في الحاضر، ولا نحضر الأجيال إن شاء الله القادمة. إياك تعود ملي محصنة وتحصن دولتها من الإجرام ومن التفكك ومن عدم الوحدة الوطنية، لأنها هي اللي تبني الدول. وقد أكد رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز أن القضاء على الفوارق الاجتماعية وتقدم الشعوب مرهون بأخذ ناصية التعليم. لله ركز عليه هنا تياها عن فيه فوارق اجتماعية، وهذا معروف في العالم كامل. فيه الناس الغنية وفيه الناس الفقراء وفيه الناس المتوسطة. يا قير، الوسيلة الوحيدة الوصول إلى الرخاء هي التعليم. ما في أي وسيلة ثانية موجودة، ولا في أي شيء يقد يعدل باش يوصل لرقاش الرخاء ما هو بالتعليم. التعليم التعليم التعليم، هذا هو المهم. شيء ثاني ما هو خارج الأسلحة. وجربوهم الأوروبيين، تعرفوا عنهم وفرقت منهم عشرات الملايين، وجربوهم الدول الآسيوية، وجربوهم الدول العربية، وجربوا في أي دولة الأسلحة ما يسووا أي مشكلة ولا يسواوا شيء. أيضا ما يسووا ولا يسواوا شيء. وبالتالي التعليم 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 هو اللي لا يساوى. سياني فيه الفقير والغني، حد يتعلم لا ينهض، وينهض براسه، وينهض بمجتمعه، وينهض بدولته ومسؤولية الإنسان. لا حد يتعلم وافي عن القضية، قضية الفقر، قضية البطالة، ولأنه كامل موريتانيا الحمد لله عندها مستقبل زاهر إن شاء الله. عندها 2021 إن شاء الله، ما تكلمنا عنه ياسم الكلام، غير عندنا بداية إنتاج الغاز، وله نعود في مرحلة ثانية إن شاء الله. وبالتالي لا بد أن نجول ذيك المرحلة القادمة، جهة دولة مستقرة، جولة آمنة، دولة شعبها موحد. مسيرة المواطنة بلسم ودواء ومناعة للجسم الموريتاني المتماسك، هذا ما برهن عليه الموريتانيون من خلال هذه المسيرة، وأكدوا على أن وحدتهم خط أحمر، وأنها صخرة صماء تتحطم عليها أحلام الواهمين بالنيل من السلم الاجتماعي، وأنهم واقفون بالمرصاد لمن يحاول أن يعبث بأمن البلاد. يعتبر التعليم الركيزة الأساسية لبناء الأجيال والدول، ولذا وضعت الدولة استراتيجيات هامة لضمان الاستفادة القصوى من مخرجات التعليم. التقرير التالي يتناول واقع التعليم في البلاد. التعليم باعتباره السبيل الأوحد والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والضامنة لتلبية احتياجات المجتمع في الماضي وفي الحاضر، لذا حظي بعناية خاصة من لدن السلطات العليا في البلاد، حيث تسعى إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. تجلى ذلك في رسم استراتيجيات تهدف إلى التحسين من وضعية التعليم وتحسين ظروف التكوين الأولي من خلال تحسين ظروف الاكتتاب وترسيم المعلمين المتدربين، وتحسين البيئة المدرسية وإصلاح الخريطة المدرسية. وكحصيلة لواقع التعليم الأساسي، يبلغ عدد التلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية 2018-2019 583,899 تلميذا يدرسون في 3513 مدرسة في عموم التراب الوطني، ويدرسهم 1200 معلم. أعطت الوزارة شوطا كبيرا في مجال تجميع المدارس
المتقاربة جغرافيا، وما زالت تواصل هذه السياسة حتى نتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود في هذا الإطار، وهو الحصول على مدارس توفر للأطفال بيئة تربوية تمكنهم من التحصيل المعرفي ومن النمو العقلي والاجتماعي الذي هو الهدف الأساسي للمدرسة الحديثة. كذلك من بين هذه الاستراتيجيات استراتيجية تسعى إلى تحسين القيادة على مستوى المدرسة، وفي هذا الإطار يتبنى القطاع إنشاء لجان تسيير على مستوى المدارس الأساسية. هذه اللجان ستتولى مهمة تسيير المدارس تحت رئاسة مدير المدرسة بصورة تشاركية وتشاورية، ستمكن من تحسين مردودية المدرسة ومن تحسين أداء جميع الشركاء الفاعلين فيها، ومن ثم الرفع من مستوى القطاع. إذن هذه البنى التربوية ينجر عنها تحديد الحاجة من الأساتذة، والحاجة من مدراء الدروس، والحاجة من المراقبين العامين، طواقم التأطير، التدريس والتأطير بشكل عام، وكذلك هيئة الرقابة. واقع لحالة التعليم يؤكد حرص السلطات العمومية على ضرورة خلق جيل متعلم يملك أدوات المعرفة المنسجمة مع متطلبات العصر واحتياجات الحاضر، يبني المستقبل المشرق لبلاده ويكافح كل من تسول له نفسه النيل من أمنها واستقرارها، إذ لا تعليم ولا تنمية بدون انسجام المجتمع وتكامله وإحساسه بضرورة وحدته الوطنية التي هي فوق كل الاعتبارات. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة الفقر ودعم الفئات الهشة من المجتمع، أنجزت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة أثار الرقة ومكافحة الفقر والدمج عددا من المنشآت التربوية والمراكز الصحية والسدود والحواجز المائية، كما استصلحت الوكالة بعض المساحات الزراعية لفائدة ساكنة القرى والتجمعات السكنية النائية داخل البلاد. فور إنشائها عمدت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الرق ومكافحة الفقر والدمج إلى رسم الخطوط العريضة لسياسة تنموية شاملة تجعل من المواطن الشريك الأول في تصور المشاكل المطروحة على مائدة انشغالاته. وكخطوة عملية لتجسيد هذه السياسة، بادرت الوكالة إلى الدخول في حملة تحسيسية وطنية كبرى شملت 1363 قرية في مختلف مناطق البلاد، حيث استفادت هذه القرى من إنجاز 87 مركزا صحيا وتشييد 19 سدا منها 4 سدود في 2018، إضافة إلى استصلاح 11 مزرعة نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 800 هكتار، وشق قناة بطول 4 كيلومترات لري 1500 هكتار لصالح 5846 فردا، بالإضافة إلى جهود متعددة في مجالات تشغيل الشباب ومكافحة البطالة ودعم الروابط الشبابية والتعاونية النسوية وتقديم منح مالية للأسر الأكثر هشاشة. ونظرا لمحورية التعليم ودوره في بناء وتقدم الأمم والشعوب، تمكنت الوكالة من بناء وتجهيز 62 مدرسة أساسية مكتملة الفصول مجهزة بكافة اللوازم التربوية، منها 20 تم إنشازها في 2018 من أصل 56 اكتمل بناؤها، وثماني مدارس جاري العمل على إكمالها، إضافة إلى بناء وتجهيز 10 إعداديات منها 5 في 2018. وقد ساهمت هذه الإنجازات في البنى التحتية التربوية في تعزيز العرض المدرسي من خلال توفير أكثر من 30,600 فرصة تعليم. وقامت الوكالة في سياق آخر بتشييد 24 مسجدا و23 محضرة في بعض القرى وأدواب والتجمعات الريفية بهدف دعم التعليم المحضري من جهة، وربط الساكنة بهويتها الدينية والعلمية من جهة أخرى، مؤكدة بذلك الوكالة الوطنية التضامن نجاحها في الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. إلى مدينة واذيبو، حيث ثمن المواطنون تنظيم المسيرة الرافضة لخطابات الكراهية والتطرف، مؤكدين وقوفهم ضد كل ما يمس من مقومات الوحدة الوطنية ومبادئ الوئام الوطني والتماسك الاجتماعي. نحن هاي المسيرة خرجت اليوم، نحن مسيرة زينة، عندنا مسيرة تخدم مصلحة الوطن، وخطاب رئيس الجمهورية الحمد لله خطاب زين، خطاب يجسد الوحدة الوطنية.
كافي قاع أن المهرجان راهو برهان واضح، برهان يك الجماعة تعرفوا روسا، وبرهان مولي ليك الناس الأخرى تصنت لهم عن موريتانيا شعب موحد ولا يجد حد يفرقوا. ومطالبين عن خطاب الرئيس الجمهورية يامس عن القانون اللي قال فيه عن قانون مهم، قانون ميالته يطبق ويعجل علينا مولي ويخدمنا، وعملية تحسيس مولي لابد منها، عملية تحسيس في الأحياء الشعبية، عملية تحسيس تعود في الأسواق، عملية تحسيس في البيوت وفي كل بيت. خلال متابعتنا خطاب رئيس الجمهورية اليوم، خطاب كان يمس المواطنة، كان في الصميم، خطاب موجه لجميع الموريتانيين، كان في حس وطني كبير. نحن ضد الكراهية، ضد التطرف، ضد العنصرية، نعم للتكافل الاجتماعي، للسلم، للحياة الكريمة، للرفاهية، وهذا ما يجد يتم ما هو في إطار التآخي ونبذ الكراهية ونبذ التطرف. المسيرة ما شاء الله زينة وتبارك الله، واللي نبقوا لا الوحدة الوطنية بين اللي احنا عقلنا لا على الوحدة الوطنية، نحن ما عقلنا على التفرقة ولا شيء، ولا ما عقلنا نكون على شيء صالح، ويا الله لا هو اللي نتموا فيه، والحمد لله متآخين كاملين الحمد لله، وبين التكافل الاجتماعي كاملين الحمد لله، ولا مقيرين الدول الاخرين اللي عادت فيها التشرد، راعي فينا احنا هنا فيها التشرد وفيها شيء ما هو صالح، نحن ما مقيرين، احنا قيرنا لا حد عنده العافيه جابرها وقاعد فيها وقاعد في شمونك، ذاك هو اللي قيرنا. وزين ما عندنا مشكل نقول لا زين شي زين دايق ما هو معلوم مشكله ماما، نحن فور واحد بيراني وكور وبلو فوتو ولا فوسر كله فور واحد، نحن فور واحد ما شاء الله مرتين ما عندنا مشكلة. واللي يفهم هم اللي الشعب يفهم، هم اللي الله يعود فاهمها يفهم، عن السياسيين كلها فاتت راحة بلاصة في مكان، أي خلافات جات بيننا احنا لا يركب الطائرة لو البر لو جاته ويتم يخرصنا في التلفزة، هذا بعد قاعد الله يفهمه بعد الشعب. السياسة مفتوحة، الحرية مفتوحة، الباقي حد يقول يقولوا، لا ما فيه شيء سوى شنو يا غير خلي عن الخلافات بين الناس، والله لا عدلوا كل شيء، لا يتم ولا الحرطاني مع البيضاني والبيضاني مع البيضاني والحرطاني والكوري، ذا كان الواحد يندرج، وانا اللي واقف بعد قاع نشكل بعد قاع هم مجتمع كامل فيه. وحدتنا الوطنيه ما نخلو حد يمسها ولا عندها، ان شاء الله ربنا ما قدرها في ذا اللي خالق ولا ما ياثر عليها، نحن متاخين ومتعازين ومتحابين، وحدتنا الوطنيه ان شاء الله لا يتم الله هي الخالق. الله المسيره اللي زينا عندنا حتى ومؤيدينها، والله اللي متحدين بناتهم متحدين بناتنا، والله الاخوه بيضنا وكحلنا، ولا فينا هاي العنصريه ولا فينا شيء سوى وشنو، حامد المولانا وشاكرين وما لنا ولا نراجعنا العنصريه تعود فينا. استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد شيخ الباية اليوم بمكتبه السفير الروسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلاديمير شاموفا. تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجال البرلماني. نبقى في الشأن البرلماني دائما، حيث عقدت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية مساء اليوم اجتماعا تحت رئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن الصبار رئيس اللجنة. خصص الاجتماع للبحث المعمق حول الاتفاقية الدولية لمحاربة المنشطات في مجال الرياضة. مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزيرة الشباب والرياضة السيدة جندة محمد المصطفى بلا. أشرفت وزيرة الشباب والرياضة أمس بنواكشوط رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تدشين ملعب المرحوم شيخة والبيدية، ويتسع هذا الملعب المنجز بالتعاون بين الحكومة الموريتانية والفيفا لأزيد من 8000 متفرج. في ظل التطور الحاصل في مجال كرة القدم الوطنية ومع تزايد الإنجازات غير المسبوقة في هذا المجال، يحل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو ضيفا ببلادنا، وذلك للمرة الثالثة في رسالة بالغة الأهمية مبادها الاهتمام الكبير الذي توليه على هيئة رياضية في العالم لبلادنا وللتطور الحاصل في مسيرتها الكروية.
وزيرة الشباب والرياضة سيدة جيندا محمد المصطفى بال دشنت بمعية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي كان مرفوقا بنائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الهيئتين الرياضيتين الدولية والإفريقية ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم دشنت ملعبه المرحوم شيخ البيدية بالعاصمة نواكشوط بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير التي خضع لها بموجب اتفاق بين الاتحادية الوطنية لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة ضمن مشروع إفور ود. تدشين ملعب المرحوم شيخ البيدية شكل مناسبة لرئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم السيد أحمد اليحيى لشكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهذه الهيئة الرياضية الدولية على الاهتمام الذي يوليانه لموريتانيا، مضيفا في هذا السياق أن الفيفا أصبح شريكا فاعلا للاتحادية الموريتانية لكرة القدم وذلك لما لمسه من قبل هذه الاتحادية على كافة الأصعدة وفي مختلف المناسبات، وهي فرصة يقول رئيس الاتحادية للتأكيد على مواصلة الاتحادية لعملها في سبيل الدفع أكثر بكرة القدم الموريتانية إلى المزيد من الإنجازات القارية والإقليمية والدولية. أما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو فقد أوضح أنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن دهشته وتثمينه الكبير للإنجازات وتطور الحاصل في كرة القدم الموريتانية، وهو أمر يضيف رئيس الفيفا يدل على وجود إرادة قوية لدى القائمين على شؤون هذه اللعبة بموريتانيا، مشيرا إلى أنه أصبح في كل مناسبة دولية يدعو قيادات كرة القدم في العالم إلى الاستفادة من التجربة الرائدة لدى الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، مشددا في هذا السياق على مواصلة الفيفا لتعاونها المثمر مع نظيرتها الموريتانية في كل ما من شأنه أن يخدم تطور ونماء ورقي كرة القدم في موريتانيا. زيارة العمل هذه اختتمت بتصريح صحفي وتكريم من طرف رئيس الفيفا لرئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد أحمد اليحيى. دشنت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة أثار الرق وللدمج ومكافحة الفقر إعدادية مكتملة ومجهزة في قرية اندياجية تابعة لبلدية مفرادش بمقاطعة النعمة، وتم إنجاز هذه المنشأة التعليمية من طرف الوكالة استجابة لتطلعات الساكنة وللأهمية المحورية للتعليم في القضاء على الفقر. ضمن مساعي الدولة الرامية القضاء نهائيا على الجهل واستئصال مخلفاته في المناطق النائية من البلاد، تعززت المنظومة التربوية في مقاطعة النعمة بإعدادية جديدة تم تشييدها في قرية دياجة التابعة لبلدية مافنادش، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام لوكالة الوطنية التضامن لمكافحة مخلفات الرق والدمج ومكافحة الفقر الأستاذ حمدي والمحجوب. وقد تم بناء هذه المؤسسة على مساحة شاسعة وبمواصفات عصرية تراعي في تصميمها المعماري التغيرات المناخية وحالة الطقس التي تتميز بها المنطقة، وتتكون هذه الإعدادية من طابقين تتوزع بينهما أقسام الدراسة ومكاتب الإدارة والمرافق الأخرى ذات الخدمات المتنوعة. سكان قرية الدجاجة أعطوا للحدث ما يستحق حيث تنادوا إلى اجتماع بالمناسبة كان فرصة للمدير العام لوكالة التضامن استعرض فيه أهم التدخلات التي نفذتها الوكالة لصالح سكان الريف. نختار أولا نبلغكم السلام من عند رئيس الجمهورية ونأكد لكم اهتمامه بمناطق موريتانيا كاملة، يسوي المدن الكبار ويسوى المدن الموسطية ويسوى القرى ويسوى أدوابه، هذا كامل مهم عنده به اللي الدولة متكونة من احنا من ذا كامل. في ذاك النطاق وكالة التضامن مدخل اليوم فات دخلت اليوم في 190 بلدية من بلديات موريتانيا مركزة على التعليم باللي هو الوسيلة الوحيدة اللي إلهي تمكن حد كامل شاكي من التهميش والله من الفقر والله من مخلفات الرق عنده طريق واحدة هي يقد يسلك إلى سلك هي قد يأخذ من هاي الوضعية، هي قضية التعليم. أنتم اليوم عندكم إعدادية وخارج من الناس يستخسر عن ذا النوع من البنايات يعدل في مناطق نائية، هذا بالحقيقة مقصود به اللي الموريتانيين
يا رب تمعودوا سياني كاملين يسوى منهم ذلي في القرى وفاد وابا وذلي منهم في التفرق زينه. وفي نفس السياق تمحورت مداخلة واي الحوض الشرقي. أنا عندي نداء اتجاه سكينة هذه المدينة لأنهم يعرفون أن هذا إنجاز عظيم، ولذا يارتهم يفعلوا ذلي قالوا مكتب أبا تلامي اللي في الحقيقة هو اللي لا يعود إطار صيانته هذا الإنجاز، هو مهم في الصيانة. عمدة مافنادش السيد الشيخ التراد والسيد بيا شكر باسم ساكنها السلطات العمومية بشكل عام وكالة التضامن على وجه الخصوص على هذا التدخل الذي قال إنه سيضع حدا لمشكلة التسيب المدرسي الذي ارتفعت نسبته في بنات القرية التي كان من الصعب عليهن السفر لمواصلة المرحلة الإعدادية خارج البلدية. أشرفت السلطات الإدارية والقضائية في نواذيبو مساء اليوم على حرق كميات من الخمور والمواد البلاستيكية وبعض الأدوية المنتهية الصلاحية تمت مصادرتها في فترة مختلفة من السنة من طرف فرق الجمارك بمدينة نواذيبو. وقال وكيل الجمهورية في داخل نواذيبو السيد الشيخ محمد محمود وليها إن مصادرة وحرق هذه المواد يدلها على اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية إضافة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به الجهاز القضائي في محاربة الغش والجريمة. كما أكد المدير الشهاوي للجمارك على مستوى ولاية داخل نواذيبو سيد محمد السالك الداهي أن هذه الكميات المصادرة من طرف فرق الجمارك في المدينة تتمثل في 10 أطنان من المشروبات الكحولية و4 أطنان من الحقائب البلاستيكية إضافة إلى كميات أخرى من الأدوية المنتهية الصلاحية وكميات من لحم الخنزير. جرى حرق هذه الكميات بحضور حاكم مقاطعة نواذيبو سيد سيد أحمد الحويبيب ورؤساء المصالح الأمنية في الولاية. تشهد مدينة زويرات حركية تجارية مضطردة مستفيدة من السلع والبضائع القادمة من دول الجوار ومن عمليات التنقيب عن الذهب وبيعه. قد ساهم هذا الانتعاش في ازدهار تجارة المواد الغذائية والملابس. زويرات مدينة الصلب والحديد تنتعش على طريق الذهب وحركية السلع القادمة من الجوار. منح الموقع الحدودي لزويرات فرصة دخول سلع وبضائع تنتشر محلات بيعها في أطراف المدينة. نجيبوا فرين جيدة، نجيبوا على أنواع، ونجيبوا الشعير، ونجيبوا العدس، يا كذا فهم، ونجيبوا دلوين تبارك الله ملي على أنواع، فيها عدة مصانع، وتبارك الله. داخل السوق المركزي حركية من نوع آخر. فوجود المدينة على طريق المنقبين عن الذهب في صحراء قلبندور حرك ما كان راكدا من سلع وبضائع. لا عاد معقول السوق شوي كان حقيقة وحكما كان تعبان حتى فهم طراوا له نشاط فعلا فهم نقد بعد الخضروات وذش خلق لهم النشاط الحمد لله ومودي من قد مواد الغذائية مودي خلق فيها النشاط الحمد لله. شو الدشرة الحمد لله وشو المكان اللي كان هون المير المشوم يوفر حالا يمشي كله بتراب يجبر من هذا بيوم يجبر 5,006,007,008,012,013,014,015,016 من الله يوميا. أنا معي الرجال تدخلها يوميا مستفادين حتى هذا الحق ملي والدشرة أطرارها نشاط زين البنانة ذهم لاني من فضة وذهم رافجين التراب ذهب في البنانة هذا الحق. لا توجد إحصاءات دقيقة لكميات التداول الناتجة عن بيع ذهب ولا لمستوى النمو الذي أحدثته عمليات مرور آلاف المنقبين بزويرات قبل وصولهم لقلبندور، لكن الخبراء يتوقعون انعكاسات إيجابية سريعة على الاقتصاد في هذه المدينة خلال المرحلة المقبلة. سعيد الحبيب للموريتانية، زويرات. احتضن المعهد الثقافي الفرنسي بنواكشوط صباح اليوم نشاطات شبابية وجمعوية ثقافية تحسيسية وتفاعلية بمبادرة من المنظمة الموريتانية للحفاظ على البيئة. وتسعى التظاهرة التي تدوم يومين إلى التحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة وتبادل الآراء والأفكار حول النظم البيئية الملائمة للتنمية المستدامة. تضمنت الأنشطة معارضة لمنتجات زراعية تحويلية محلية وكذا بعض الاختراعات الصديقة للبيئة. مشاهدينا من البيئة إلى جديد الاقتصاد هذا المساء مع محمد بلال. مساء الخير محمد. مساء النور سميد القلية وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير.
بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أطلق تجمع سوريا الأم مشروع المدينة المتكاملة، والذي يضم مثقفين وخبراء سوريين في مسعى منهم إلى ضمان وتوفير الحاجيات الأساسية لمدينة بيئية متكاملة. وأهدف المشروع إلى توفير السكن والإنتاج الاقتصادي والبنى التحتية المتطورة، ويركز على الجانب البيئي واستعمال الطاقة البديلة والتكنولوجيا الحديثة. وقد انتهت المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع قبل أيام، وشهدت حضورا رسميا ودبلوماسيا واقتصاديا كبيرا، ودعا القائمون عليه إلى ضرورة السعي في إنشاء مثل هذه المشاريع الاقتصادية والبيئية. فيما يلي مشاهدينا الكرام، نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام النشرة الاقتصادية عودة إلى زميل اللقاء يمتع مرشين، لكن بعد الفاصل. شكرا لك محمد. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة بعد قليل. جيلنا واحد، بلدنا واحد، خوت وجيران، لنقف ضد الكراهية، ليجي نقتل أما خدمية بسين قناهو بنو بانيانتي. ما تتخموا فينا، ما تتخموا في مستقبلنا، نحن معاكم في الوطن، انتوا تبقونا يا شينا. حافظوا على موريتانيا، وطننا واحد، ليجي نقتل أما خدمية بسين قناهو بنو بانيانتي. مستقبلنا نندورو، عدالة للجميع، مواطنة، تنمية، 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 تنمية. نحن معاكم بأجننا، بأجننا شالي هكي فوق باتي سبان بندي آمن نوتدي نجير نيون ويسلين بأجننا شاركوا. أنا لين شارك، وأنا لين شارك، وأنا مودي لين شارك، نحن لين شاركوا بأجن موريتانيا. الآن نتحول إلى جديد الرياضة هذا المساء مع وردة متباه. مساء الخير وردة. أهلا بكم مشاهدينا، تلتقونا بعد فاصل جديد الرياضة. أهلا بكم. اختتمت اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضة دورة تكوينية، أو اختتمت عفوا دورة تكوينية لصالح 8 من مسيري الاتحادات الرياضية الأولمبية، استمرت سها 6 أشهر. وقد استفاد المشاركون في هذه الدورة المنظمة بالتعاون ما بين اللجنة الأولمبية الوطنية والتضامن الأولمبي من معلومات نظرية وأخرى تطبيقية في مجال التسيير والإدارة. الزميل عبد الرحمن سالم والمزيد من التفاصيل. بعد 6 أشهر من التكوين والتدريب المكثف في مجال التسيير المالي والإداري للاتحادات الرياضية، وذلك لصالح 8 من مسيري بعض الاتحادات الرياضية الأولمبية الوطنية، اختتمت فعاليات هذه الدورة التكوينية.
الدورة المنظمة من طرف اللجنة الأولمبية والرياضية الوطنية بالتعاون مع التضامن الأولمبي الدولي. شكل حفل اختتامها مناسبة لرئيس هذه الهيئة الرياضية الدكتور محمد محمود لما للتأكيد على أن هذه الدورة تهدف إلى تكوين القادة الرياضيين على التسيير المالي والإداري والفني للاتحادات والجمعيات الرياضية التي يتولون الإشراف على إدارتها. الدورة تلقى خلالها المشاركون دروسا نظرية وأخرى تطبيقية في مختلف الجوانب المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي والفني للاتحادات الرياضية. فهذه الدورة تتمحور حول البنود الأساسية التالية: أولا هيكلة الجمعيات الرياضية، ثانيا تسيير بشكل استراتيجي أو التسيير الاستراتيجي للجمعيات الرياضية، تسيير المصادر البشرية، التسويق والتقنيات المتعلقة بها، إعداد أو تنظيم حدث رياضي كبير. هذه المحاور الأساسية التي دارت عليه حولها هذه الدورات التكوينية، والتي الغرض منها هو محاولة الدعم قدرات المستفيدين فيها في هذا المجال، وخصوصا الأطر الذين يتولون تسيير الجمعيات والمنظمات والاتحاديات الرياضية الوطنية. طيلة هذه الدورة التكوينية أبدوا فيها مثابرتهم واستعدادهم لتلقي هذه الدروس بمثابرة وبجدية وبروح كذلك الحب والاستفادة من هذه الدورات التكوينية. الحفل الختامي تميز بتسليم الشهادات للمستفيدين الثمانية من الدورة، وهم محمد مسعود اتحادية كرة القدم، ممد مودان اتحادية كرة اليد، الطيب الطاهر اتحادية الدراجات الهوائية، مبارك سالم اتحادية ألعاب القوى، محمد الأمين مولاي اتحادية السباحة، محمد عبدي والسعيد اتحادية كرة المضرب، أحمد مصطفى كيتا اتحادية كرة السلة، سيدنا شيخنا محمد حيد اتحادية الرماية الرياضية. جي اف سي المنذب بطل الدوري الوطني كرة القدم عن تعاقده مع المدافع المالي موسى ساماكي خلال المركز الشتوي الجاري، وبدأ المدافع الجديد تدريبته في الملعب البلدي بنواذب بشكل منفرد تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة. وكان الفريق البرتغالي قد أعلن قبل أيام الحصول على خدمات بويغلي لاعب المنتخب الوطني العائد من تجربة احترافية مع حمام الأنف التونسي. أكد اللاعب محمد مبارك كوشي اليوم أنه قدم اعتذار لإدارة نادي كينغ المغشوط عن عدم التوقيع مع النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري كما كان مقررا في سابق. وأضاف اللاعب في تصريحات صحفية اليوم أنه اتفق مع كينغ المغشوط على كل شيء تقريبا وكان على وشك التوقيع، لكن زملائه في الوئام طلبوا منه مساعدتهم لتحسين مستوى الفريق حتى يستعيد مكانته في الدوري. نهاية فقرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة بعد الفاصل إلى الغالي عمرشين. شكرا لك وردة بجديد هذه الرياضة هذا المساء. نختم النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس أعضاء المجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، ويقدم تشكراته للشعب الموريتاني على المشاركة الكبيرة في مسيرة المواطنة. وكالة التضامن تدشن إعدادية مكتملة ومجهزة في قرية دياجي ببلدية أم وفنادش. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم. نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل بعد قليل. مجلس الوزراء باللغة الوطنية، إلى اللقاء.